نروح بقى على وزارة الدولة للهجرة. الوزارة الحقيقة أعلنت عن مشاركة عدد من الشباب المصريين واللي بيدرسوا بره والباحثين في مجالات التغيرات المناخية والطاقة النظيفة في جلسات قمة المناخ، وده علشان يقدموا المقترحات بتاعتهم. هم بيشاركوا بأفكارهم ومقترحاتهم القابلة للتطبيق، خد بالك. ده في إطار إيه؟ في إطار الدولة ممثلة هنا في الوزارة انهم بيعملوا استراتيجية ربط المصري بالخارج، باللي بيحصل في مصر، بكل بقى الفعاليات والوقائع والخطط بتاعت التنمية واستراتيجيات وتكتيكات العمل، كل ده حلو. طيب تعالى بعد إذن حضرتك نحاول نعرف قدر الإمكان أبنائنا دول اللي موجودين بره وأصدقائنا دول اللي موجودين بره، يا ترى بيعملوا إيه وبيقدموا إيه؟ معانا على تليفون أستاذة نديم مصطفى، وهي استشاري الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مقيمة في لندن. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله أنا كويس. عايز أفهم أكتر، بتقدموا إيه من مقترحات في كوب 27، وإيه هي أهمية الهيدروجين الأخضر؟ المواطن العادي في مصر بيتساءل إيه أهميته؟ هو الهيدروجين الأخضر ده هيبقى هشام بعدي على طول، بس أنا بشتغل في القسم الثاني في الكربون وتخزينه، وبشتغل في الموضوع ده في لندن، وكنت بعمله في الدكتوراه بتاعتي، ودلوقتي بشغله في الاندستري في لندن وفي عمان. عظيم جدا، اشرحي لي اكتر يا دكتور نادين. هو احنا ثاني اكسيد الكربون ده هو الغاز اللي هو مبوظ الكوكب كله. اه بالظبط، فاحنا لازم نشيله من الكوكب، حتى لو حولنا كل حاجه احنا بنعملها، مثلا اللي احنا بنستخدم بترول، حتى لو حولنا كل ده لطاقه متجدده وعملنا كل اللي احنا المفروض نعمله، هيتبقى لسه ثاني اكسيد الكربون كتير قوي في الجو، ولازم نشيله باي طريقه. فهي دي التكنولوجيا اللي انا بشتغل عليها. يعني ايوه، يعني يا دكتور نادين انت عامله تكنولوجيا تقدر تخلي الكوكب يتخلص من ثاني اكسيد الكربون. بالظبط كده، انا بحسن التكنولوجيا بالمواد اللي احنا بنستخدمها، انا بدرس المواد وبحسن التكنولوجيا دي عشان تبقى سعرها اقل، وان احنا نطلع باكثر كربون ممكن نطلعه من الجو. طيب والتكنولوجيا دي ممكن انها يتم تطبيقها عندنا هنا في مصر؟ الو دكتور نادين، معاكي، سامعاني يا دكتور نادين؟ طيب هنحاول نعود الاتصال مرة تانية بدكتور نادين مصطفى، استشاري الطاقة المتجددة. خدت بالك دكتور نادين بتقول لك ايه؟ بتقول لك هي بتشتغل على تطوير تكنولوجيا نمرة واحد، وفي نفس الوقت تطوير هذه التكنولوجيا وانها تبقى سعرها ارخص قدر الامكان. طب ايه هي التكنولوجيا دي؟ التكنولوجيا دي تحاول تخلصنا من الكربون او ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في هذا الكوكب قدر الامكان، ان زي ما هي شرحت لنا دلوقتي برضو انه احنا حتى لو تخلصنا تماما من كل اشكال الطاقه الملوثه للبيئه وبقينا بنستخدم طاقه كلها نظيفه، لكن لازال في عندنا كميات ضخمه جدا من ثاني اكسيد الكربون في هذا الكوكب. ارجع مره ثانيه للدكتور نادين، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. هرجع بقى هسألك، التكنولوجيا اللي بتطوريها دي هل من الممكن ان احنا نستخدمها هنا في مصر؟ اه طبعا، لانه هي تكنولوجيا ممكن تتركب على المصانع، مش فاكر يعني، بس تصنع جنب المصانع اللي اوريدي موجوده، مش محتاج ان احنا نصنع مصانع جديده. ودي اكبر ادفانتج في الموضوع ده، لانه في حاجات، في تكنولوجيات كتير بتحتاج ان انت تصنع المصنع من اول وجديد، ويعني تلغي المصنع تماما وتبدا من اول وجديد. في الحاله دي التكنولوجيا اللي انا بشتغل عليها احنا بس بنزودها جنب المصنع، وفي اي مصنع بيطلع الغازات دي، فمثلا مصانع الاسمنت ومصانع الحديد وطبعا مصانع بقى البترول والغاز وكل الكلام ده. كويس قوي. التكنولوجيا دي هتبدا تسحب ثاني اكسيد الكربون من مخلفات المصانع دي، صح كده؟ اه بالظبط كده. كويس قوي. وبعدين يتعمل بيه ايه بقى؟ وكمان ممكن حتى تشيل ثاني اكسيد الكربون من الجو على طول، ودي برضه حاجه كبيره قوي ممكن في مصر، علشان طبعا احنا عندنا الاماكن الواسعه اللي ممكن نعمل فيها الموضوع ده. يعني انا ممكن اعمل حاجه تسحب ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الجو؟
بالظبط هو دي اللي انا شغال عليها وعملناها في لندن وفي عمان. في لندن وفي عمان. عمان البلد. عمان سلطنة عمان. سلطنة عمان. طيب امتى بقى نشتغلها هنا في مصر قولي لي؟ هو حاليا في اتفاقيات ان الموضوع ده يحصل خلال السنين الجايه. يعني كل الحاجات دي لازم بقى تسمع والفكر والانضباط في انضباط اوليه في الموضوع ده. عظيم جدا، اشكرك جدا يا دكتور نادين، كل الشكر ليكي دكتور نادين مصطفى استشاري الطاقه المتجدده.